ضيفنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، له العديد من المواهب، يحب أن هو يصمم المجسمات والرسم الياباني والنحت على الطين. وبنتعرف على هذه المواهب كلها مع ضيفنا الفنان التشكيلي مشاري العروي. حياك الله معنا. الله يحييك ويخليك. هلا والله، حياك الله ومنورنا. ما شاء الله قاعد نشوف وايد مجسمات عندنا هني مختلفه. صار الرسومات القديمه، جراندايزر وايرون مان وباتمان سوبرمان. كلمنا عن حبك وسر هذا الحب اللي قاعد نشوفه حتى خلال الترتيبات للمجسمات. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا خريج بكالوريوس معهد العالي في المسرحيه، وخريج ثانوي معهد الموسيقى، واساسا انا من يوم انا كنت صغير كنت اهوى وايد سوالف الانمي الياباني، الرسم الياباني والكوميك الامريكي. وطبعا الاهل يعني ما شاء الله يعني ساعدوني في هالموضوع هذا، وتطور الموضوع لما وصلنا ان نسوي حتى معارض بهالمواضيع هذه. بدايه كنت اشكل بالطين واسوي اعمال طينيه، بس الحين صار الهوس في تجميع المجسمات هذه، وفي ابتكار وايد شغلات كلبس مثل جراندايزر وشخصيات الخيال العلمي يعني، وتطورت فيها والحمد لله يعني. الحمد لله. حلو. انزين، شو اللي خلاك تتجه لتصميم المجسمات؟ شو اللي حببك فيه؟ نوع من الابتكار ونوع من التطور وشيء جديد يعني على الساحه، لان الوضع يعني ما قاعد نشوف وايد تقليدي، وايد روتين شغال يعني، ما في شيء جديد يعني بالساحه هني بالكويت يعني. عشان كذي انا يعني احب التجديد واحب التطوير يعني. حلو. ومبين على شغلك انه في تطوير وشيء جديد. زين مشاري، شنو المواد اللي تعتمد او تعتمد عليها بشكل عام على تصميم مثل هذه المجسمات؟ من ناحيه اللبس ولا من ناحيه الطين؟ لان انا اسوي، خلينا نتكلم بالاثنين. اي نعم. من ناحيه الطين انا اشكل الطين في معجون طيني يبونه من اسبانيا. إيه؟ زين، ملون، اشكل اسوي فيه كاريكاتير او اي شخصيه بالي انه يصير كاريكاتيري او انه شخصيه كرتونيه. وتطور طبعا الوقت، صار قمت اسوي افلام كرتونيه بالطين الصلصال، اذا تذكرون الكرتون شون الشيب ويا تشيكن ران سوالف هذه. قمت انا اصنع واسوي هالافلام هذه الكرتونيه. غير كذي حتى اذكر مره استضفتوني ما ادري باي برنامج، سويت حتى مسعف. إيه؟ بالطين. الله، غالي على النوم ساعه. زين. وغير كذي تطور يعني، بس انه وقفت فتره لان حسب صارت لي ظروف يعني، فغيرت شوي المجال. فقمت اسوي ملابس حق يسمونها الكوسبلاي. إيه؟ زين، الناس يعني مثلا شخص يحب شخصيه مثلا جراندايزر فيجالي. قبل لا ندش احنا على هالسالفه بنسولف فيها اكثر. نعم. لكن خلينا نرد على موضوع تصميم المجسمات والطين. نعم. هل في شخصيات مثلا معينه فنيه، ممثلين، مغنيين، حاولت انك انت تسويهم؟ طبعا اكثر شخصيه يعني سويتها ولاقت استحسان الجمهور اللي هو ابو عدنان عبد الحسين عبد الرضا. الله. تشوفون صور موجوده على الشاشه. اي نعم. وغير كذي سويت بعد في ايام الله يحفظهم طارق وهي شعيبي. حلو. طارق وهيونه. ايه؟ سويت لهم مجسم حقهم واديت لهم هديه. غير كذي وايد يعني شغلات. زين، المجسمات هذه مشاري صغيره. اي نعم. فيها تفاصيل دقيقه شوي. اي نعم. يعني شلون قدرت ان انت توصل لشكله او الكاركتر هذا؟ كنت استعين بالنظاره طبعا. إيه؟ لازم الادوات الدقيقه. الدقيق. اي يعني في ادوات حفر، ادوات نحت يعني عندي اياها كلها. زين، وغير كذي مسوي لي جو خاص في الموضوع هذا، انه في تركيز وفي يعني قعدتي طاولتي وموسيقى هذه وقاعد اشتغل على لا جو موسيقى. في قهوه ولا ما في قهوه؟ لا اكيد في قهوه. ضروري. زين، شخصيا ايش كثر انت تاخذ منك وقت خلينا نقول لو تسوي باتمان سوبرمان انت مسويهم هذول؟ لا لا لا، هذول مجسمات انت مسويها عندك. ولكن خلينا نقول مثلا هذا الايرون مان يمدانا، ايش كثر خذ منك وقت اساس تسويها؟ هذا خصوصا هذا المجسم خذ مني اسبوع تقريبا. اما شغل الطين على حسب التفاصيل. اذا تفاصيل دقيقه ياخذ مني تقريبا 5 ساعات 6 ساعات. اذا كان مجسمات صغيره نفس اللي شفناها بعدنا 5 ساعات تقريبا. اذا كانت تفاصيله بسيطه يعني تاخذ مني ساعه ساعتين شيء بالكثير يعني.
حلو، هذه اتوقع يبي لها اتقان اكثر، ممارسه بعد، بالضبط. علشان انت تقدر تضبط الوقت فيها. هل تحس هذا النوع من التصميم وهذا النوع من الهوايات تحتاج الى شخص متمرس، ام ان اي احد ممكن انه هو يمارسها؟ اي هل في نعم. شروط معينه نقدر نقول؟ شوفي، هو اكيد يعني واحد متمرس بالموضوع هذا، بس انه ايه قاعد اسوي انا دورات تدريبيه حلو. حق ان اللي هاوي واللي حاب انه يسوي المجسمات او يشتغل عليها، نساعده في الموضوع هذا ونعطيه الادوات ونعطيه الماتيريال ممتاز. اللي يخلينا يعني يوصل، يعني مو المستوى اللي انا واصل له، لا يعني المستوى المقبول، يعني عرفت شلون؟ يعني كمبتدئ ممكن انه هو يبلش في هذا الشيء بالضبط. وبعدها يطور نفسه. اي نعم اي نعم حلو. حلو انه عندك هذه الثقافه وقاعد تنشرها وتسوي دورات تدريبيه، ولكن خلينا نرجع قبل لا تعطي هذه الدورات. انا منيتي، ما قاطعك بالخير، انا منيتي اسوي مدرسه ان شاء ان الله. شاء الله. ليش ليش لا؟ مدرسه بالعكس، متخصصه بال احنا قاعد نشوف عندك رغبه وحب في هذا اي الشغل، نعم فبالعكس يعني اشوف ممكن خلال السنوات القادمه ممكن تكون عندك مدرسه في اي هذا نعم الشيء. ان شاء الله ولكن النقطه اللي بسالف عنها، قبل لا انت تكون عندك تدريب وعندك الثقافه اي هذه، نعم. شلون قدرت انك فعلا تتعلم تسوي مثلا المجسمات الكبيره او الصغيره؟ من يوم انا كنت صغير كنت اشاهد وايد الافلام الكرتونيه، فكنت حاب ان يكون المجسم يطلع من التلفزيون يكون بيدي، فكنت اسوي يعني المجسمات يعني. الله يرحمها كانت الوالده كانت تساعدني بالموضوع، الله يرحمه. وكنا يعني وايد نسوي شخصيات، يعني مثلا ايامها كان توم وجيري وجراندايزر، الشغلات القديمه يعني كانت. ف ايه ومن بعدها سلكت بهالطريق هذا وما وقفت فيه يعني. انزل على اي طاري جراندايزر، شنو نعم. سر حبك له؟ سر حبي، اذكر سر ايام حبي فيك غامض، بالضبط. حسيتك بتقولها. اتذكر يوم تلفزيون الاكورديون ايه اللي تبطل، ايه ها، واشغل المحول عشان الاريل، وين 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 يطلع الصوت هذا. زين، وكنت اجيب الدوشق ايه وانطر السلام الوطني، بعدين القران الكريم، بعدين يعرضون البرامج كلها، ايه بعدين ننطر هالصوره جراندايزر. الثابته اللي مالت الكرتون، ايه بعدين يطلع جراندايزر. الله. فكنت اللقطه هذه دائما ببالي، ما تروح من بالي، لان اتذكر ايام ما كنا الطفولة يعني البراءه، ما صح كان عندنا شيء، ما كان عندنا هموم، ما كان عندنا مشاكل. صح فلحين متركزه الموضوع صحيح. ببالنا، وغير كذي يعني الحين صار هوس، مو بس انا يعني، اكثر الناس الحين تقتني مجسمات جراندايزر. صحيح. يعني كان صورتي ويا صاحب اللي ابتكر شخصيه جراندايزر ايه هذا، يانا يعني الكويت. انا عبالي جاك شان الصراحة. اي ايش ما جاك شان، صح. اي نعم، هذا اللي ابتكر شخصيه جراندايزر، حتى ايه موقع على الله المجسم هذا وموقع على المجسم اللي هناك على الطاوله. ما شاء حلو، الله. احنا مستمرين معاك اي نعم. وسوالفنا كثيرة، لكن مشاهدينا روح الفاصل ورادين. من تصميم المجسمات بانواعها الصغيره والكبيره ننتقل لمكياج الخدع السينمائيه اللي انتقل لها ضيفنا مشاري العيروي، كلمنا عن هذه التجربه المختلفه عن تصميم المجسمات الصغيره. اي نعم. طبعا الخدع السينمائيه يعني في شخصيه وايد انا متحطم فيها اللي هو اسمه ستان وينستون. ستان وينستون اللي عمل شخصيه ترمينيتر ايه الالي، وسوى فيلم بريديتر اللي سوى شخصيه بريديتر، وشخص شخصية جوراسيك بارك الديناصورات هو صح اللي سواها. ايه فطبعا هذا يعني أسطورة، يعني مات الله يرحمه صح وخلف مدرسة حق عائلته هي تقوم بالخدع السينمائية. صحيح. فأنا بعد دشيت بهالمجال، لأن الحين احنا شباب ما شاء الله كلها أفلام قصيرة، شغالين على أفلام قصيرة، صح فدشيت وياهم إذا احتاجوا أي عمل مثلا مكياج خدع سينمائية أكون أنا موجود، يعني عرفت شلون؟ حلو. وهم سويت شغلة ثانية وهي المجسمات أي نعم. اللي طولها بترين، إيه تقريبا. كلمنا عنها أكثر. مجسم هذا حق أخوي الكاتب والمخرج بدر الحسينان، كان في فيلم اسمه الممر. إيه كان مجسم طوله مترين أو تقريبا 1.80 متر كذي، إيه كنا مركبين عصي من ورا ونلبس اسود باسود مثل إيه اليابانيين، اذا شايفين في مسرح الياباني إيه يلبسون اسود باسود وعندهم مجسمات يحركونه، صح فتشوفون انتم المجسمات فما تشوفونهم هم. صح فاحنا كنا نسوي هالشيء نفس اللي بالاضاءه، يحطون اضاءه بالليل. اي بالضبط نفسه، بس انه في انتوا على بعض المجسمات. اي على المجسمات. حلو. فكنا يعني انا صانع مجسم وحش تقريبا طوله 1.80 متر او مترين، إيه وعيونه تشب وحلجه يتحرك
ونشيله ونحرك فيه يعني ما شاء الله. المجسم هذا يعني كلنا من شوي عمل مسرحي وبعدها ان شاء الله راح تنتقل لافلام باذن الله. والله يوفقك في هذه الخطوه. ولكن سنة. عملت في مسلسل كرتوني من طين الصلصال وانت هم تحركهم نفس الطريقه. كلمنا عن التجربه هذه. هذه كانت قطعه 13 اذا تذكرونها. أي. كان في اغنيه حق فروحه زين، قبلها كان في فقره طينيه موجوده باليوتيوب، فاشتغلت فيها وسويت فيها مجسمات وحركتها يعني، وكانوا نفسهم اصحاب الاصوات من قطعه 13 كانوا هم يتكلمون بصوتهم بالمجسمات هذه. حلو. غير كذي في عمل انا شاركت فيه مهرجانات موجود تشوفونه هذا على الشاشه كان يعرض. نعم. حلو. هذا عمل كرتوني سويته اسمه الصيد الجائر. ايه؟ شاركت فيه مهرجانات خارج الكويت، مهرجانات سينمائيه، والحمد لله يعني لاقى استحسان الجمهور. الحمد لله. حلو. يعني انت الحين مستمر في هذا المجال وهو نفس المجال اللي سويته في قطعه 13؟ لا مختلف. أنا مختلف الحين، انا سويت وايد شغلات. ايه؟ تحريك طين، اعمال اللي هو النحت بالطين او صح. بيعها حق الناس. غير كذي ملابس اللي هو الكوسبلاي او ملابس الشخصيات الكرتونيه. غير كذي الخدع السينمائيه باختلاف الاشياء اللي سويتها، الا انها هي تنصب كلها في شغله واحده وهي الكاركتر. اي نعم. انت قاعد اشوفك قاعد تعلق بالكاركترز وايد، خاصه نعم اللي هي بالكوميك. صح. والكرتون اكثر. صح. فعلا. هذا بلش معك من متى؟ من اليوم انا كنت صغير. وبلش بالحب الاول جراندايزر؟ اي اكيد. شيء اكيد طبعا جراندايزر وشخصيات اللي هو الهيروز مثل جمارو سانشيرو. شو اسمه الشخصيات اللي هو الابطال، خماسي، رعد الفضاء، يعني وايد شخصيات اللي هو الاليين او شخصيات الابطال الهيروز قبل كانوا. أيه. يعني حلو ممتاز. ننتقل لموضوع نحت طين بصلصال لاشخاص حقيقيين. نبي نعرف هذه النقطه، انت من شوي شفنا مجسم لي ابو عدنان. أيه. ولكن هل اذا بتسوي مجسم صغير لاي شخص معروف او غير معروف؟ أيه. نعم. صعوبه لازم مثلا خلينا نقول كاركتر معين، وي معين، ولا اي واحد تقدر تسويه؟ هو شوف يختلف قصه وجه الانسان يعني وتفاصيل يعني قرب عيونه او بعد عيونه، فعشان كذي ما في صعوبه يعني يطلع الكاركتر لما الواحد يركز بالشخص يعني. إيه؟ يعني فلما انا اركز بالشخص يطلع معي الكاركتر واقدر اسويه يعني. هل في مره يعني مثلا شخصيه ما قدرت انك تسويها صعبه مثلا صارت معك؟ شوف انا ما اقدر اسوي نفسي. لان كان في برنامج كانوا يبوني اسوي نفسي انا بالطين. حلو. بس انه طلعت انه ما اقدر اسوي نفسي لان يبونه بسرعه. ايه انا اذا صار شيء بسرعه ما اقدر اتقنه. اي صح، يبي له تركيز. فيبي له تركيز، عرفت شلون؟ انزين، وهم عندك موهبه ثانيه مشاري وهي رسم الانمي. الياباني. انا ابي اقولها صح عشان ما اقولها غلط بعد. اي نعم. كلمنا عن اتجاهك لهذا الشيء وش اللي حببك فيه؟ الرسم الانمي هو الرسم الفن الياباني او الكرتون الياباني. اي نعم. طبعا يختلف عن، لان انا دشيت فن رسم الكوميك العادي اللي هو سوبرمان، باتمان، هذا كوميك عادي. هذا كوميك. اما الياباني في وايد اكشن. اي خصوصا الاكشن مثلا لما يطق بوكس مثلا، مو مثل الامريكي لما يطق بوكس. هم عندهم نار. اي نار. إيه؟ وشرار ويطلع عندهم دخان. تفاصيل. اي يعني وايد يحطون افكتات يعني، عارف شلون؟ اي اما الامريكي يعني افكتاته مو مثل الياباني. إيه؟ فعشان كذي دشيت برسم الانمي، وحتى اللي يدش علي بالفيسبوك او يدش علي بالانستغرام يشوف انا احط شغلات تساعد الناس حق الرسم الانمي او تساعد الناس شلون يوصلون الاساسيات. اساسيات الرسم. اي نعم. عشان كذي دشيت الرسم هم بعد. ومن كذي رحت سويت لك معرض خاص لفن الانمي. كلمه شايت لك هذه الفكره وش معنى اخترت يعني فن الانمي انك تعرضه في هذا المعرض؟ انا حضرت معرض كوميك كون بالامارات وشفت شلون امتيازاته وشفت شلون يقسمون الاقسام ويسوون يعني قسم حق الانمي، قسم حق الكوميك، قسم حق رسم الشباب شلون يرسم الانمي. فسويت معرض سميته كويت كون. انزين طبعا المعرض هذا من اوائل المعارض اللي صارت بالكويت والحمد لله. صح. نجاح طيب. طبعا لكن ما استمريت فيه. انا مو ما استمريت فيه، لا موجود. انزين بس انه في شيء
كبير قدام. حلو. انزين خاشة حقكم ان شاء الله. وانتم لكم ان شاء الله لكم السبق ان شاء الله. ما يصير نعرف الحين؟ لا ابدا. سر. بعد الفاصل. ان شاء الله. فقاعد اجهز له يعني تجهيز كبير يعني ان شاء الله. حلو. انزين شلون شفت اهتمام الشباب في هذا المجال؟ يعني لما صار المعرض للامانه انا شخصيا سمعت عنه وكان في صدى وايد حلو. نعم. واستغربت انه في عندنا كميه من الشباب اللي عندهم اهتمام في هذا الموضوع. نعم. انت من نظرتك كونك انت مختص اكثر وحاب هذا المجال، شلون شفت اهتمامهم؟ اهتمام كبير لدرجه ان ناس تجي من برا، يعني صارت الكويت شويه يعني ناس تستقطب كمعارض وك يعني ناس مهتمه حق هالمجال هذا. أيه؟ قام تي من برا، من الامارات، من السعوديه، من برا، من يصير هذه كأنها نقطه تجمع لهم، صح؟ اي بالضبط. الحين ما شاء الله الحين صارت كثرت المعارض، نفس المعرض هذا، وقامت يعني على قولتهم تجهز اللي معارض يعني متخصصه بنفس التخصص. الحين ما شاء الله وايد صارت بالكويت. أيه؟ عرف شلون؟ أيه؟ فانا الحين في طريق ثاني قاعد اسلكه، يعني شيء قوي يعني راح اسوي ان شاء الله. الله يوفقك. عسى الله ان شاء الله يوفقنا فيه ان شاء الله. امين يا رب. زين مشاري، انت وين تشوف نفسك في المعارض، خصوصا معارض الانمي مثلا؟ نعم. في تصميم الجسمات او نحت الطين؟ كمعارض انا ادش فيها ولا كمعارض انا اسويها؟ المعارض انت تسويها، خلينا نفرق. المعارض اللي اسويها انا احب الشغل الانمي الياباني. حلو. اي يعني التخصص الياباني حق المعارض يعني شيء وايد، لان فيه وايد الوان، وايد افكتات، وايد اجواء، يعني كنك داخل اليابان. ويتبادلون الثقافات الموجوده بالمعرض نفس المشاركين. بالضبط. يعني ما في مشكله لما امثل ثقافه الكوميك داخل معرض الانمي، عرفت شلون؟ فما ياثر يعني. حلو. انزين الكرتون الياباني او الفن الياباني، اي نعم، هل اختلافه عن الامريكي او الاجنبي بتفاصيله؟ اي لان اشوف حتى الكاستم اللي هم يلبسونه يكون فيها وايد ديتيلز اكثر من الكرتون الامريكي. انت بس شوفي الاعلانات، صح؟ خصوصا لما تروحين منطقه تجمهر او يعني حضور اليابانيين، او اذا سافرت اليابان مثلا تروحين اسواق لهناك، شوف الاعلانات، صح؟ الوان زاهيه، الوان فسفوريه، الوان، حتى كتاباتهم لما تشوفون كتاباتهم مع الالوان يعني شيء يعني يبهر، صح؟ اي فلما تشوفون انتم الجو هذا يعني نفسيتكم ترتاح. مو ترتاح، تستانس. خاصه حق اللي يحب هذا الشيء خصوصا. اي نعم. فلما تشوفون انتم الشيء، التوجه الامريكي يعني التوجه الامريكي سيده يعني، صح. عندهم كوميك ومعرض بس. رحت اليابان؟ لا للاسف. ودك، صح؟ ودي، اكيد ودي. كل اللي يحبون الكوميك والفن او الكرتون الياباني لازم يروحون اليابان. اي نعم. يقول لك شهر 4 حلوه ترى. اي اكيد، مع الشير هذا. مع الشير اللي مر تعرفين من وراي. انا كل شيء اعرف. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. حلو. من شوي قاعد نسولف، ذكرت انه ودك انه يكون لك في المستقبل مدرسه خاصه في هذه الفنون. اي نعم. ولكن لو نبي نقول شنو تحتاج عشان فعلا تكون عندك مدرسه؟ طبعا الدرجه الاولى الدعم. زين. درجة ثانية اللي هي مكان أو موقع أو مقر يختص بها، يعني نجهز فيه الشغلات هذه، يعني بيكون فيها كل الأقسام اللي يعني أحتاجها يعني. وذيك الساعة بس نحط الإعلان العالم كلها راح تحضر. زين أنا عندي تعليق. أينا. يعني ما شاء الله عليك، انت جاي ومبين عليك ان انت تحب هذا الشيء من أينا. طريقه لبسك. اي ممكن نشوف التيشيرت اللي لابسه؟ بس دير بالك على المايك، دير بالك عليه. جراندايزر. انا بس هذا اللي كنت ابي اشوفه. والكاب بعد؟ الكاب بعد جراندايزر. ما شاء الله عليك، يعني حبك لهذا الشيء واضح، ولانك انت حاب هذا الشيء قاعد تعطيه اهتمام اكبر. لما تسوي المدرسه شنو حاب ان الاساسيات اللي تكون فيها حق اي واحد حاب انه يتعلم او يدش في هذا المجال؟ اكيد اساسيات اللي هو اساسيات الرسم، اساسيات النحت. بس ممكن تعدل جاكيتك عشان المايك؟ إيه عشان الصوت. إيه. اهم شيء الناس تسمعك. اي نعم اكيد. اساسيات الرسم، اساسيات النحت، يعني لان النحت يساعد على النشاط الذهني والنشاط البدني. لان لما تتحركين انت ايدك بالنحت كل عضلات ايدك طبعا متصله بالجسم. صح. اي فيصير مثل اريحيه او انه
ما يسمونها اللي هي مثل اليوغا، ايه يعني عارف شلون. ولما تقعد تشتغل وانت يعني خيالك يعني على قولتهم يتفتح ودش عالم ثاني بروحك. عشان روحك. اي ف يعني احنا اذا سوينا هالشيء هذا شويه الشباب على قولتهم يتجه بهالاتجاه هذا، ويعني ما له داعي صح تفرفر. خليك انت بهوايتك هذه. بهوايه هذه بالعكس تنمي فيها عقلك وتنمي فيها قدراتك وتنمي فيها تاخذ منك الطاقات السلبيه وتخليها ايجابيه، وايد شغلات يعني. يعني صح كلامك، فاهميني؟ واصل صوتك لا تحاتي مشاري. وايد يمكن الناس قاعد يتابعنا الحين من شباب او البنات عندهم يمكن مثل هذه الموهبه لكن مو عارف شلون يطورونها، فشو نصيحه تقدمها لهم ممكن يتجهون للمكان الصح عشان تطور موهبتهم؟ شوفوا اكثر يعني طبعا مع احترامي حق كل المدارس اللي موجوده، المدارس الفنيه بالكويت، ما في توجه متخصص بهالمجال هذا. يعني انا ان شاء الله يا رب راح اسوي هالمجال هذا، وراح اسوي يعني على الاقل دورات تدريبيه في المؤسسات اللي تصير بالدوله. حلو. ان شاء الله ان استقطب الناس هذه واعلمها الاساسيات، غير كذا يمكن اسوي لي قناه متخصصه ممتاز. بالرسم ومبادئ الرسم، مبادئ يوتيوب تقصد؟ يوتيوب. اي نعم. ان شاء الله يعني راح نبلش فيها ان شاء الله، وراح نعلم الناس شلون يرسمون، نعلم الناس شلون ينتجون. حلو، لان في شباب وايد الحين حتى من الشباب الصغار حابين صح. ان هم يطورون نفسهم اكثر، فلما انت مثلا خلينا نقول سويت لك قناه في يوتيوب وشرحت لهم الاساسيات، صح. هم راح يتشجعون ان هم يتابعونك بالضبط. اكثر. المجتمع صح. او الشريحه اللي حابه هذا شيء جدا كبيره، لكن مو هم عارفين وين يروحون. بالضبط. وكلام شدي دانا لموضوع معين ابي اعرفه، هل انت هذا الفن تنقله خلال السوشيال ميديا مثلا نقول بسناب شات، انستغرام، نعم. بتويتر؟ اي نعم، انا قاعد انقلها، بس انه ما في وايد ناس عارفه الاكونت مالي، فيسالون يعني في ناس انصدمت انه متحطمين بشغلي زين، وبعد مده قالوا احنا زين وصلنا لك. ايه خصوصا بالانستغرام. حلو. غير كذي عندي انا فيسبوك، دائما احط الشغلات الغريبه اللي قاعد تصير بالعالم والشغلات المميزه خصوصا التكنولوجيا. يعني قاعد احط الابتكارات الجديده، الادوات الجديده حق تطور الرسم او تطور الفن، قاعد احطها الادوات يعني خصوصا الاجهزه الحين المتطوره في الرسم. حلو. يعني للحين في ناس دائما ترسم بالرصاص والورقه، صح؟ اي مو عارفه شلون تنتقل من الرصاص والورقه الى الديجيتال، صح؟ اي فقاعد احاول اعلمهم شلون الطريقه، مع ان الديجيتال ممكن يكون اضبط واسهل. اسهل. اي نعم. صح. اي وموادها اكثر، موادها اكثر. يعني مثلا في ماده في الوان يعني اسعارها غاليه جدا. ايه زين. صح. وخصوصا متخصصه في الرسم الانمي. صحيح. الحين نازل برنامج فيها الالوان هذه وبسعر ارخص. لا لا، مجانا. ممتاز. تلون وترسم وتسوي اللي خاطره بس كديجيتال. وايد حلو. ايه بس النتيجه لما تطلع مضبوطه نفس الالوان اللي موجوده اللي تنباع بالسوق. يعطيك العافيه، شاكرين لك على تواجدك معنا الفنان التشكيلي مشاري العروي. والله يوفقك يا رب. الله يخليك. موفق يا رب. لمحبين التوب 5 وافلام السينما راح تكون ان شاء الله بعد الفاصل.